منذ ساعات الصباح الأولى شرع موظفو الشركة العامة لخدمات النظافة في المركب في مدينة ترهونة بالعمل على قدم وساق من أجل تنظيف الشوارع والأرصفة وتحسين مظهر المدينة. الحملة شملت منطقة الخضراء ومكان السوق الشعبي وسوق الخضراء الشعبي وبعض شوارع المدينة الرئيسية بعد أيام متواصلة من الأمطار والعواصف التي نثرت الأوساخ والقمامة على حواف الأرصفة. بادرة شعبية يؤديها على أكمل وجه هؤلاء الرجال الشرفاء الذين يحاولون إصلاح الأخطاء من حولهم بكل الوسائل الممكنة بالرغم من قلة الإمكانيات ونقص المرتبات وتأخرها لأكثر من 5 أشهر.